بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الرابعة قسم الحاسبات لكلية التربية جامعة الكوفة، نرحب بكم في مادة دراسية جديدة نتمنى فيها لكم ولعوائلكم دوام الصحة والسلامة. أنا محدثتكم ست نور هدى، هقدم إن شاء الله هذه السنة مادة تنقيب البيانات. راح نوضح في هذه المحاضرة، المحاضرة الأولى هو ماذا يعني الداتا مايننج، شرح تعريف بسيط لمفهوم الداتا مايننج، ثم ننتقل لتوضيح أنواع البيانات التي من الممكن تنقبها وتطبيق عليها خوارزميات الداتا مايننج، ثم نناقش في الفقرة التالية البروسيسيس التي تتضمنها عملية تنقيب البيانات، لننتقل في الفقرة اللي بعدها ونناقش التقنيات والاستراتيجيات والطرق المطبقة أو التي يتم تطبيقها أثناء عملية التنقيب، لننتهي أو لننهي المحاضرة مع الأسس أو القضايا المهمة التي يجب مراعاتها عندما نبني موديل قابل لتنقيب البيانات. قبل ما نعرف ماذا يعني الداتا مايننج، What kind of information are we collecting؟ البشرية مثل ما تعرفون تمر في مرحلة مختلفة. حاليا الحياة، طبيعة الحياة تختلف عن 100 سنة قبل. البشرية تمر مرحلة نوعا ما انقلبت الحياة وأسلوب الحياة. هذا العصر يسمى عصر المعلومة أو عصر المعلوماتية. في هذا الوقت أصبح من المؤكد أن الذي يمتلك المعلومة يتسيد على الجميع، يمتلك زمام أمورهم، وهذه الدول أو هذا الشخص الذي يمتلك هاي المعلومة أصبح يحكم العالم ويتصدر مشهد البقية في ناحية التقدم والرقي. وأحد أبرز منتجات التقدم هو تضخم المعلومات. المعلومات أصبحت وفيرة وضخمة وتنوعت مصادرها. قلنا أن هاي الصورة توضح بعض من مصادر أو resource of data. مثل ما تلاحظون عندنا الهوسبيتال أو نقصد به القطاع الصحي، يعتبر مصدر غني يغذينا بمعلومات مختلفة تخص الحالة الصحية. أيضا الوذر ستيشن يوفر لنا معلومات عن الطقس و متعلقات الطقس وهكذا أمور. القراءات أقمار الصناعية أو الستلايت، الستلايت يعني خدمنا بشكل كبير، مثلا تسيير حركة الملاحة، تسيير حركة الطيران، الاتصالات وغيرها من الأمور الحديثة اللي تواكب حياتنا الحالية. عندنا السوشيال ميديا، السوشيال ميديا اللي ظهرت نقول مؤخرا، يعني الحياة قبل 10 سنوات تختلف بدون السوشيال ميديا، اختلفت مع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا وفر لنا معلومات مختلفة سواء كانت صورية فيديوية أو بالأساس أو يعني الشيء الأساسي النصية. أصبحنا نمتلك داتابيس مختلفة عن آراء الناس نقدر نجمعها باستخدام السوشيال ميديا. وأيضا البزنس وورد أو الماركتينج، أصبحت المعلومات اللي توفرها إن عمليات التسويق والبيع والشراء جدا ضرورية ومهمة للنجاح في عالم الأعمال. إذا توفرت هذه المعلومات إلى إنشاء قواعد منظمة تستخدمت لتنظيم هذه البيانات الوفيرة، سميت أو تطلق عليها بأنظمة قواعد البيانات أو Database Management System. ولكن زيادة وفرة المعلومات أدى إلى زيادة هذه القواعد، بالتالي صار عندنا الحاجة، إحنا ما نقدر بس مجرد نصدر قواعد بيانات بسبب إن المعلومات unlimited، بالتالي راح تكون قواعد بيانات أيضا unlimited، احتاجنا لبديل آخر. أيضا قواعد البيانات ساهمت زيادة قواعد البيانات ساهم أيضا في زيادة وفرة المعلومات.
أصبحنا بحاجة إلى وسيلة بديلة لإدارة وسيستم يعني أنظمة تنظيم هذه المعلومات وضمان عدم ضياعها. أصبحنا إحنا في مفترق جديد نحتاج إلى إمكانية أكبر وأكثر فاعلية. أصبحنا اليوم لدينا معلومات كثيرة تخص معاملات تجارية، معلومات عسكرية، استخباراتية، هكذا أمور. نتيجة هذه الظروف ظهر تحدي جديد، وأنه كيف نستوعب هذه المعلومات، كيف نديرها، كيف نحافظ عليها، كيف نضمن عدم ضياعها، كيف نستفاد منها بالفائدة القصوى. من هذا المفهوم أو من هذه الحاجة ظهر لنا فكرة الداتا ماينينج أو تنقيب البيانات. إذا ماذا نعني بالداتا ماينينج؟ داتا ماينينج لها أيضا مصطلح آخر واللي نطلق عليه بالنولج ديسكفري أن داتا ماينينج، يعني مختصر لها KDD. إذا شفنا مصطلح KDD ما نستغرب أو نعتبر مصطلح غريب، هو نفس الداتا ماينينج. KDD هو يساوي الداتا ماينينج. إذا ماذا داتا ماينينج نعني به؟ is extraction of useful pattern، هو استخلاص واستكشاف الباترن المفيدة ذات القيمة واللي تكون previously unknown، تكون سابقا غير مكتشفة غير معروفة. يعني ما أجي أكتشف معلومة معروفة سابقا إلا إذا ضفت لها معلومة جديدة حدثتها أو حسنتها. منين نستكشفها؟ نستكشفها من data source، مثلا database، texts، web، images. طبعا أكو أمثلة أخرى، فيديو واحدة من أمثلتها، قراءات الجرافس، هكذا أمور. إذن داتا ماينينج هو عملية استخلاص الباترن المهمة أو النولج المفيدة والتي تكون سابقا غير معروفة. منين؟ من مصادر البيانات مثل الداتابيس وهكذا أمور. تعريف آخر ممكن يكون أكثر تفصيلي بس هو المعنى واحد. Data mining is exploration and analyzing، هو عملية استكشاف وتحليل. ماذا نحلل؟ Large quantity of data. أنا ذكرت أنه زيادة وفرة البيانات أدت إلى حاجة إلى تنظيمها، حاجة إلى إيجاد وسيلة تنظيمها. بالتالي Data mining هو يختص بمعالجة البيانات الضخمة، تحليلها وتنظيمها. فإذن exploration and analyzing large quantity of data. لماذا؟ In order to discover meaningful and understandable pattern، لأجل إيجاد تحديد الباترن المفهومة المفيدة التي تحسن من الحالة اللي إحنا نطمح إنها تغييرها. النولج هي أيضا معنى آخر لمصطلح الباترن. طيب هاي العملية تسير بماذا؟ باستخدام automatic or semi-automatic means، باستخدام أدوات آلية أو شبه آلية. فإذا إحنا نحتاج إلى أسلوب آلي أو شبه آلي لإجراء خوارزميات الداتا ماينينج. ذكرنا في التعريفين useful pattern والunderstandable pattern. ماذا يعني بالباترن؟ الباترن هو دراسة السلوك المتكرر بشكل منتظم، arrangement of repeated part. مثلا انا ادرس سلوك او ظاهرة تم تكرارها بشكل مستمر، بالتالي تكون هي الظاهرة الاعتيادية. ان احفظ بيانات هذه الظاهرة واقارنها باي تغيير ممكن ان يحدث في المستقبل، يعني قد يكون حتى نقرب الصورة لماذا نعني بالباترنز. ننتقل الى الفقرة اللي بعدها. What techniques people apply on data؟ حاليا اغلب المطورون يستخدمون خوارزميات داتا ماينينج على البيانات التي تم جمعها ليكتشفون النولج المعلومة المفيدة. فمثلا لو اخذنا كمثال، انطيتكم هاي الصورة وطلبت انه تقسموا ليها الى جروبات، بالتالي بعضكم راح يسأل كم جروب راح نقسمها، او المفروض يسأل كم جروب راح نقسمها. البعض الاخر راح يسأل على اي اساس، على اساس التقسيم مثلا كلاسيفاينج هذا هاي الصورة
بعضكم رح يسأل انه هل ممكن اقسمها على اساس انه وقت الصورة، مثل ما عندنا هنا خلينا نقول وقت النهار، هنا عندي بالليل، هنا عندي نهار وقت غروب او شروق الشمس. بعضكم يحتاج يقول لا انا رح اقسمها على اساس احتوائها على مجسم شكل الانسان، مثلا عندي هنا صورتين، او بعض يعني بعضكم قد يختار اسلوب اخر. بالتالي هي هذه الفرضيات هي المعلومات اللي راح ندرسها، او هي البيانات اللي راح ندرسها حتى نكتشف فد معلومه مفيده. ناخذ مثال اخر، لو نطيت هذه الصوره وطلبت تحديد مكان او منطقه وجه الانسان، عندي انا هاي الصوره، هاي الصوره اخذ منها تحوي على معلومات كثيره اقدر استفاد من عندها لتحقيق او لاكتشاف الباترون اللي انا احتاجه. مثلا بعض قد يختار شكل العين، بعض الاخر قد يختار لون البشره، على اساس هاي المعلومات راح يبني فرضياته ويحدد منطقه الراس في لوجه الانسان او للانسان في الصوره، نطبق عليها بالباترن ريكوجنيشن. ناخذ مثال اخر، تم استخدام الداتا ماينينج بكثره في المجالات الطبيه، بواسطه تم التنبؤ بالامراض الممكن ان تصيب الانسان. كمثال على ذلك، مثلا دراسة مدى تأثير أدوية والعقاقير على الناس الأصحاء. عندما ندرس سلوك هذه الأدوية على ناس تم إصابتهم بالفعل، أو من الممكن تحديد نوع المرض أو الجين المصاب في الإنسان من خلال دراسة وجه التباين والتمايز ما بين الجين المصاب والجين السليم. ناخذ بعد مثال حتى نقرب، يعني نعطيكم فكرة أوضح. في عالم الأعمال أو الماركتينج، احنا نلاحظ مثلا لو صفحنا أي موقع من مواقع الشراء الأونلاين، نلاحظ لو بدينا في أكشن تجاه في برودكت معين، أي بروكشن، أي أكشن، كان يكون لايك، تعليق مثلا، أو حتى شراء، نلاحظ أنه بعد كم يوم لو فتحنا هذا الموقع راح نشوف هناك إعلانات كثيرة تخص منتجات أخرى مشابهة أو قريبة للمنتج اللي بدينا اهتمامنا به. طيب هذا شلون صار؟ هالموضوع يتم على أساس خوارزميات تسمى خوارزميات التوجيه. خوارزميات التوجيه تصنف نشاط الإنسان على لتبويبات معينة. أنا كأنه أعجبت بهذا الكتاب اللي يحمل هذا النمط، فالخوارزمية راح تخلي موقعي في خانة معينة، تبدي توجه لتلك الخانة جميع الإعلانات للمنتجات المشابهة للمنتج اللي أثار اهتمامي. بالتالي هذا هي العملية زودت من عملية الأرباح، من هي عبارة عن ترويج للمنتج المعروض. لو أخذنا، أعتقد خلصنا، أمثل نعم. إذن إحنا طرحنا مجموعة من الأمثلة حول استخدامات داتا ماينينج في التطبيقات. هناك كثير ومئات من الأمثلة اللي تم الاستفاد من خوارزميات داتا ماينينج لتحقيق نجاح كبير. لننتقل إلى فقرة أخرى، وهي توضيح ما هي أنواع البيانات اللي من الممكن تنقيبها. هناك أنواع مختلفة من البيانات اللي نستطيع أن ننقبها. بشكل أساسي هنا النوع الأول أو النوع البسيط هو الفلات فايل. يتميز الفلات فايل، يتميز فلات فايل بأنه هو سهل، غير معقد، يكون فري، ممكن الحصول عليه بصورة سهلة. فورمات ما تكون على شكل 0-1
يعني مو فورمات معقدة، بالتالي تكون متوفرة. هناك نوع آخر يكون أكثر تعقيد من الفلات فايل، وهي المالتي ميديا داتابيس. نقطة المالتي ميديا داتابيس هي كل داتابيس اللي توفر لنا أو تنطينا الفيديوز، إيميجز، الأوديوز، يعني الفيديوهات، الصور، المسجات الصوتية أو حتى النصوص. هاي الأنواع تكون شوي أكثر تعقيد من النوع السابق، بالتالي راح يحتاج إلى خوارزميات شوي أكثر تعقيدا من خوارزميات النوع الأول لتنفيذ عملية التنقيب. ننتقل للنوع الآخر وهو Special Database. هذا النوع من أنواع قواعد البيانات اللي يحوي معلومات عن الأماكن، بالإضافة إلى أنواع السابقة اللي هو Flat File Multi Media Database. تحتوي بعض التعريفات عن Geographical Information، مثلاً Maps. Maps يعتبر واحد من التطبيقات اللي تستخدم المعلومات المكانية في عملها. هناك أيضا نوع آخر وهو Time Series Database. تحتوي هذه القواعد على بيانات مرتبطة بالوقت، مثل بيانات سوق الأوراق المالية أو بيانات الأنشطة المسجلة. بالعادة تتميز هذه القواعد بالتدفق المستمر للبيانات اللي تكون جديدة وتوردنا بشكل مستمر على طول الوقت. لكن هذا النوع من البيانات أظهر إنه تحدي جديد، وهو كيف أو شلون نحدد أو نحلل الوقت الحقيقي للبيانات المتدفقة، والأخذ بنظر اعتبار الوقت وقت المعلومة، وقت تجميع البيانات. مثلا عندنا هذا الشكل يوضح بعض الأمثلة على بيانات السلاسل الزمنية، عندي هنا التايم وهنا الداتا. لو ننتقل لفقرة أخرى وهو Data Mining and Knowledge Discovery Processes. هناك مجموعة من العمليات اللي مفروض أو لازم نمر بها قبل ما نوصل إلى مرحلة اكتشاف النولج. أول هذه المرحلة وهو Selection، أي معنى أنه كيف أو شلون نجمع البيانات حتى نحللها. هناك بيانات مختلفة، هذا رمز بسيط للبيانات، نرمزها لبيانات يتم جمعها واللي تكون مختلفة. طيب بعد ما جمعتها أنا ما أخذ نفس البيانات، أختار من عندها التارجت، البيانات المحددة اللي راح أتعامل معها. then نطبق عليها خوارزميات البري بروسيسنج تكنيكس، خوارزميات تكون نقدر نقول عنها إنها خوارزميات مستبقة لعملية المعالجة، يعني مو هي المعالجة بالضبط وإنما هي تستبق عملية المعالجة. بعد ذلك الترانسفورميشن، نطلق بتحويل البيانات من هذا الشكل إلى يعني من شكل إلى شكل آخر. لاحظ كانت هيش كأنه شكل دوكيومنت، أصبحت على شكل شكل آخر نرمز له أو استخدمنا حتى نبين إنه البيانات تغيرت. ثم تقريبا بعد المرحلة الرابعة يلا نطبق خوارزمية داتا ماينينج، يعني داتا ماينينج سبقتها ثلاث مراحل أو حتى أربعة راح نعرفهم بعدين. في آخر خطوة أو ما قبل الأخيرة هي عمليات الإيفاليويشن، إن أنا أخذت باترون مفيدة أو استخلصت باترون، بس لازم أقيمها حتى أعرف هل هي باترون دقيقة أو غير دقيقة. على أساس نتيجة عملية التقييم راح نعرف أو نستحصل النولج. فإذا ماذا نعني بالسيلكشن؟ Add this step the data relevant to the analysis is decided on an retriever from the data collection. وهي إنه في هذه المرحلة نختار البيانات اللي تخص عملية التنقيب، نختارها ونحددها ونهيئها للخطوة اللي بعدها. الخطوة التالية هو data cleaning also known as data cleanings. It is a phase in which noise data and irrelevant data are removed from the collection. في هذه المرحلة
يتم عملية إزالة الداتا النويز اللي نقصد بها النويز مو تشويش، وإنما تكون داتا غير دقيقة غير صحيحة أو داتا فارغة أو حتى نقول داتا ما تخص المعلومات اللي إحنا محتاجيها، ما تخص الموضوع اللي إحنا جايين ندرسه، قد تكون داتا ناقصة غير كاملة. في هذه المرحلة نتخلص منها ونقلل، بالتالي راح نقلل حجم البيانات اللي جمعناها. Then integration fees. In integration fees multiple data sources multiple يعني مجموعة البيانات اللي تم تجميعها often heterogeneous يعني ننسق ما بيناتهم وندمجهم حتى تكون مصدر واحد. مثلا أنا عندي بيانات تكون مهمة بس متكررة، أنا ما أحتاج هذا التكرار المستمر، أحتاج المعلومة اللي توفرها هاي البيانات بس ما أحتاج هذا التكرار، بالتالي أنا راح أدمجهم. كمثال عندي معلومتين أو كولومين، واحد بيهن يحوي على أعمار المرضى والآخر يحوي على البريثدي تاريخ الميلاد. أنا هذا الكولومين اثنيناتهم راح ينطيني معلومة واحدة، فأني ما أحتاج هذا التكرار، فحتى أتلافي أنه أدمج هذا الكولومين لكولوم واحد وهو عمر المريض. هذا التقليل راح يسوي راح يقلل من التايم المستهلك في عملية المعالجة، بالتالي زيادة كفاءة النظام. ننتقل للمرحلة التالية وهي Data Transformation. ماذا نعني بالData Transformation؟ في بعض الأحيان نحتاج إلى تحويل شكل البيانات أو قيمها إلى شكل آخر لما يناسب الخوارزمية المستخدمة في التنقيب، also known as Data Consolidation. It is a phase in which the selected data is transformed into forms appropriate for the meaning procedure. بعض الخوارزميات مثلا تتعامل مع قيم رقمية فقط، في هذه الحالة نحتاج إلى استبعاد البيانات النصية أو تحويلها تحويل البيانات النصية إلى قيم رقمية بما تناسب الخوارزمية المنتقات. بعض الخوارزميات أيضا تحتاج إلى نقل البيانات على شكل structure، يعني ما تتقبل بيانات اعتيادية رقمية بشكل خلينا نقول نعرف يعني بشكل متسلسل، تطلب فستركتشر معين دون آخر، فإحنا نحتاج إنه نحول هذه البيانات إلى ستركتشر المناسب لتلك الخوارزمية. طبعاً هاي العمليات السابقة كلها عمليات تهيئة حتى نبدأ في مرحلة الداتا مايننج. إذن الداتا طبعاً لاحظت إحنا ذكرت إنه 3 أو 4 مراحل. هاي المرحلتين ممكن ندمجهن، داتا كلينينج والانتجريشن، ممكن تكون خطوة واحدة أو تكون على خطوتين وهي نفسهن ما بيناها في الشكل السابق، نقصد بالبري بروسينج تكنيك. فإذا البري بروسينج تكنيك هو عبارة عن مرحلتين الكلينينج والانتجريشن. إذا داتا مايننج it is the crucial step، هي خطوة جدا مهمة. In which clever techniques خوارزميات ذكية ودقيقة like a neural network خوارزميات الشبكات العصبية وخوارزميات decision tree خوارزميات مثل عنها يعني أكو هاي خوارزميات بس كمثال أعطينا إحنا نوعين خوارزميات decision tree خوارزمية شجرة القرار are applied to extract patterns potentially useful لاستخلاص الباترون التي من المحتمل بشكل كبير تكون مفيدة. طبعا احنا ما انطينا اكيد 100% لانه الباترون المنتقات لازم نخضعها للتحليل والتقييم، وهذا يتم في المرحلة اللي بعدها اللي هي pattern evaluation. In this step في هذه الخطوة strictly interesting pattern الباترن المهمة أو المحددة representing knowledge اللي تمثل المعلومة اللي احنا توقعنا هذا الباترن راح تحوي المعلومة المفيدة are identify يعني تعرف وتبين based on given measurements
إذن الباترن اللي تم تحديدها أو اللي تحوي على المعلومة كما هو متوقع راح نخضعها لمجموعة من القياسات والفرضيات لقياس هل هذه الباترن مفيدة أم لا، وهل هي مميزة من نوعها. إذن هذه 5 مراحل أو 4 مراحل تمر، عفوا 5 مراحل أو 6 مراحل يجب أن نمر فيها أثناء Data Mining Processes لاكتشاف المعلومة المفيدة. ننتقل للخطوة أو للمفهوم اللي بعده، وهي Data Mining and Knowledge Discovery Processes. عفوا احنا نسينا خطوة، مو مشكلة. الخطوة الأخيرة وهي تنفيذ المعلومات. طبعا هي يعني أنا اكتشفت المعلومة، أنا نسيت أذكر هنا النولج والبرزنتيشن. بعد ما اكتشفت النولج المعلومة، المطورون قد يكون يفهمون هذه المعلومة بس يحتاج أنه نظهر هاي المعلومة للبابليك حتى تكون عملية التنقيب عملية مفيدة. لازم هذا اكتشاف النتيجة يجب أن يكون بشكل تصوير النتيجة المكتشفة يجب أن يكون بشكل مفهوم. في المرحلة الخطوة الأخيرة يجب أن knowledge discovery يجب أن نظهر المعلومة التي تم اكتشافها. In which the discovered knowledge is visually represented to the user. طبعا إظهار هالمعلومة يكون لليوزر للكوستمر، إنه أبين له أني عندي هاي بيانات وأظهرت هذه النتائج. فهذا الإظهار يجب أن يكون إظهار أو إخراج جيد مفهوم لليوزر العادي. أنا ما أجي أظهر له نتائج خوارزمية على شكل ماتريكس أقول له افتهمها، اليوزر العادي ما يفهمها، فلازم أمثلها بشكل صحيح. أكثر تمثيل جيد هو التمثيل الصوري، مثلا يكون على شكل جراف، كان يكون على شكل جراف أو حتى على شكل صور، وهذه الصور قد تكون 2D أو 3D. نساعدهم على فهم شنو اللي صار وشن قيمة المعلومة اللي تم تحديدها. إذن What is the techniques of data mining؟ الفقرة التالية نناقش فيها ما هي التقنيات التي يتم تطبيقها أو استراتيجية data mining المتبعة لاكتشاف النولج المفيدة. هناك أكثر من استراتيجية، حددنا هنا مجموعة تقريبا 4، بعض أكو أكثر من عدهن بس أنا أعتقد لأني أكثر 4 تكون شائعة ومفهومة وسهلة عليكم إن شاء الله. Classification or supervised classification. ماذا نعني بالclassification؟ It is analyzing the organization of data in given class. هي عملية تحليل وتنظيم البيانات في كلاسات محددة، كلاسات معينة. تتميز على هذه الخوارزمية ان هي اغذي البيانات لهذا التصنيف ولهذا التقنية، بس ايضا اغذيها بالتصانيف، ان اعطي داتا واقول له صنف لي اياها لكذا وكذا وكذا. هالموضوع يتم على اساس the training approach، يعني انا ابني موديل اغذي بيانات واصنفه. هاي أول خطوة نسميها training approach، إنه أدربه البيانات إذا أجتك صنفها على أساس هذه التصانيف. فيما بعد أغذي بيانات بس ما أغذي بالتصانيف، لأنه هو الموديل راح يبدي يتعلم نفسه. نسميه supervised classification، واللي نسميه supervised classification
التصانيف التعليم الذاتي أو الماشين ليرنينج. طلع على الكلاسيفيكيشن موديل هو إنه أنا أبني موديل قادر على تصنيف الموظفين إلى two possible labels، إلى صنفين، وهو continue on job and leave the job. هاي الخطوة سبقتها خطوة أولى، وهو عندما نبني الموديل نغذيه بصنفين، الصنف الأول مستمر في الخدمة أو في الوظيفة، والصنف الآخر هو ترك الوظيفة، وأغذيه بالبيانات. فالموديل رح يعلم نفسه أنه أي بيانات رح تجيك في المستقبل رح تصنف البيانات إلى هذا القسم البري ناون ليبلز. لو انتقلنا أو درسنا أو بينا ما هو الصنف الآخر الكلاسترينج، أو نطلق عليه بالأنسوبرفايز كلاسيفيكيشن. الكلاسترينج is the organization of data، تنظيم البيانات in unknown classes. ماذا نعني بالunknown classes؟ طبعا هو أيضا organization of data يعني تصنيف البيانات، وهو يشابه النوع الأول اللي هو classification. لكن في الكلاسيفيكيشن احنا نغذي الموديل بالتصانيف. في هذا في الكلاسترينج احنا ما نغذي، وانما نعتمد على البيانات المغذات وسلوكها في عملية التصنيف. مثلا انا لو عندي جروب من الدوكيومنت او البوكس، هاي البوكس تناقش مواضيع مختلفة لكن تتميز بسمة انها تشابه في فد مصطلح معين، هذا المصطلح متكرر في هذه الكتب جميعا، بالتالي راح اصنف هذه الكتب اللي هي تابعه لمواضيع مختلفه على اساس هذا التيرمز او هذا المصطلح المتشابه فيما بينهم. بالتالي احنا راح نحتاج انه نطبق خوارزميات الكلاسترينج او خوارزميات العنقوديه لاكتشاف ما هي التصانيف، ما هي الليبلات، ما هي الكلاسس الممكنة والتي تسهل عملية التصنيف. النوع الآخر البرودكشن أو التقنية الأخرى. البرودكشن التنبؤ، ونعني به التنبؤ أو التوقع، تعتبر من تقنيات تنقيب البيانات واللي تكشف العلاقة ما بين المتغير المستقل والغير المستقل. ندرس سلوك البيانات ونحاول نكتشف الحدث أو السلوك الذي من الممكن أن يحدث في المستقبل. بمعنى مثلا لو أردنا مثلا نستخدم طرق التنبؤ أو البرودكشن في المبيعات، رح نتوقع نتوقع إن لما ندرس سلوك المبيعات راح نتوقع الأرباح في المستقبل، حيث نعتبر إنه مثلاً المبيعات متغير مستقل، وبالتالي راح يكون الربح متغير تابع للمتغير المستقل واللي هو المبيعات. أيضا ممكن نستخدمه في عالم تحديد السلوك، مثلاً ممكن ندرس سلوك المجرمين ونحاول نكتشف هل هؤلاء الأشخاص رح يقومون بعمل إجرامي في المستقبل أم لا. يعني هكذا أمور يختص بدراسة سلوك الإنسان أو دراسة سلوك الظواهر. والفكرة الرئيسية بأنه نستخدم عدد كبير من القيم السابقة حتى ندرس أو حتى نحدد اتجاه سيران هذه القيم في المستقبل. طيب النوع الأخير اللي ناقشناه في هذه المحاضرة وهو الـ Association Analysis is the discovery، هو اكتشاف of what are commonly called، ما يسمى باكتشاف ما يسمى بالـ Association Rule أو قوانين الترابط. It study the frequency of item، هي تدرس تكرارات الـ items أو الخصائص التي تحدث معاً، لاكتشاف الترانسكشن داتابيس يعني ندرس الظواهر اللي تكون بشكل مستمر تحدث في الداتابيس اللي تم جمعها. مثلا
مثلا احنا راح نراقب الانماط المتكرره او البيهافرز او الصفات المتكرره اللي تحدث في مجموعه البيانات المنتقاه. على سبيل المثال مدير المبيعات، طبعا هذا الاسلوب وهذا النوع ايضا يستخدم بكثره في الماركتينج او البزنس وورد. من الممكن لمدير المبيعات معرفة مثلا الأفلام اللي دائما يتم شرائها سويا، أو اكتشاف العلاقة مثلا ما بين شراء نوع معين من الأفلام مع شراء البوب كورن. بالتالي رح يحاول أنه يوفر هاي النوعين الأفلام سواء خلينا نقول أو الأفلام مع البوب كورن، لأنه عملية شراء هذا النوعين تكون متزامنة، بالتالي رح يربح. مثال آخر مثلا في الماركتينج، أنا مثلا صاحب المول رأي لاحظ أنه كثرة شراء خلينا نقول الإكس البيض مع الحليب، بالتالي رح يحاول دائما يوفر الإكس مع الحليب، لأنه هذا المنتجين يتم تسويقهم بشكل مترابط. هذا الموضوع حيعود بالمنفعة على صاحب المول. يعني هناك أمثلة أخرى تشابه أو ممكن تطبيقها أو ممكن دراستها، وهي تشابه هذه الأمثلة اللي طرحناها واللي المفروض يعني يقرب لكم الصورة. ننتقل إلى فقرة أخرى، وهي فقرتنا الأخيرة واللي نناقش بها الـ issues in data mining. من هناك كثير من الأمور اللي يجب أن نراعيها عندما نحاول نبني موديل قادر على تنقيب البيانات واستخلاص المعلومة. من هذه الأمور اللي حددناها، طبعا هناك أكثر من هذه الأمور الموجودة حاليا في هذه المحاضرة، ولكن أنا اختاريت فد عدد بسيط من عدهن. من هذه الأمور أو من أوائلها هي performance issues، قضايا التنفيذ. احنا تكلمنا في البداية وقلنا أن هناك تضخم في البيانات، وبالتالي هناك زيادة في حجمهم بشكل كبير. سابقا كان يستخدمون خوارزميات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الإحصائية التقليدية لتحليل هذه البيانات. حتى أيضا لكن خوارزميات تكون أسية أو الإكسبوننشال أو الخوارزميات اللي تكون unlimited structure unlimited dimension، اللي تميز هذه الخوارزميات إن هي ما تطلب حد أو عدد معين من الأبعاد وتكون unlimited. هذه الخوارزميات أصبحت بالإضافة إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الإحصائية أصبحت غير قادرة على تحليل البيانات الضخمة، وأصبحنا من غير ممكن استخدامها مع تقنيات أو عمليات تنقيب البيانات اللي تتميز بأنها تحوي أو تعالج البيانات الضخمة. طيب كحلول بديلة حتى نستخدم هذه الخوارزميات استخدمنا السامبلينج، واللي نعني به أنه نقطع البيانات أو نأخذ عينات معينة من مجموعة كبيرة حتى نحللهم. ولكن هالشي أيضا ولد معوقات أخرى وتساؤلات أخرى، وهي كيف إحنا رح نقطع هاي البيانات، وأيضا ما هي حجم العينة المنتقات، وشن هي العينة أصلا اللي إحنا نحاول نجدها. إحنا أنا عندي عينة ما فهمتها ما دارسها، فأنا أي عينة أختارها؟ هذا الموضوع ولد معوقات. هل معوق لو استخدمنا عينة غير صحيحة رح أستحصل على نتيجة غير صحيحة وبالتالي جهد ضائع؟ فأنا لازم أحدد من البداية الداتا ونختارها بشكل دقيق حتى ما يضيع الوقت وما تضيع الريسورس. كبدائل أخرى أيضا هناك تطبيق جديد استخدم البرلال بروغرامينج، واللي نطلق عليه بالبرمجة المتوازية أو البرمجة البرمجة اللي تحدث في آن واحد. أيضا نوع آخر هو إنكريمنتال، أو فكرة أخرى هي إنكريمنتال أبديتينج. طبعا هذا التطبيق بدون شك ساعد في حل مشكلة الحجم. احنا بدأنا انه نعالج بيانات ضخمة باستخدام هذه الفكرتين بدون الحاجة الى تقطيع البيانات. الفكرة تعتمد على اساس انه تقسم البيانات الى مجاميع وادرس سلوك كل مجموعة
وفي الأخير أدمج المعلومات المستخلصة من كل عينة. عندنا الانكريمنتال ابديتنج تميز فكرته انه انا اقدر احلل البيانات الجديده، ان اغذي الموديل ببيانات معينه واستحصل نتيجه. في نفس الوقت لما جتني مع بيانات جديده انا ما ايضا احلل البيانات الجديده، وفي الاخير ادمج هذه البيانات بدون الحاجه الى اعاده عمليه التحليل. طبعا هنا فكرتين متقاربات، وهي فكرة تكمل الفكرة الأخرى. لو ننتقل إلى الإشوز الأخرى وهي السكيورتي مايننج إشوز، جدا مهم نحافظ على أمنية البيانات التي تم جمعها. أثناء عملية جمع المعلومات هناك بعض المعلومات السرية والخاصة للأشخاص والتي غير مسموح اكتشافها أو حتى غير مسموح أنه نظهرها. بالتالي إحنا نحتاج نكون كريتيكال، نكون أكثر دقيقين، أكثر مراعين للخصوصية في هكذا أمور. أيضا هناك مثلا إحنا خلينا نقول ما قصدي نكتشف معلومات خاصة، أو ما قصدي مثلا احنا جمعنا بيانات، واثناء عملية الجمع قلنا ايضا انخرطت معلومات اخرى تكون خاصة. بعض الحالات احنا ما قاصدين او ما جمعنا بيانات خاصة، ولكن جمعنا بيانات استحصلنا معلومة، هاي المعلومة ادت الى ظهور بيانات خاصة. مثلا انا ادرس سلوك مرضى معين او التاريخ الطبي لمرضى معينين، واكتشف ما هي الامراض اللي ممكن ان تحدث في المستقبل. هاي المعلومة راح تشمل أيضا الأشخاص اللي ما درستهم واللي هم أيضا لهم نفس السلوك الطبي. بالتالي أنا اكتشفت معلومة عن هؤلاء الأشخاص، أو أنا أصلا ما درستهم، أنا ما متطرقة لموضوعهم أو ما أخذت إذن من عندهم لدراسة سلوكهم، لكن دراستنا أدت إلى ظهور هاي المعلومة التي من الممكن أن تطبق عليهم في المستقبل. هاي الأمور أدت إلى ظهور ترند جديد أو حافز لدى المطورين حتى نجد خوارزميات قادرة على تنقيب البيانات وفي نفس الوقت تحافظ على خصوصية البيانات المنتقات. ننتقل إلى الفقرة الأخرى وهي User Interface Issues. احنا ذكرنا في عملية Data Mining Processes آخر مرحلة هو أظهار البيانات. هاي المرحلة أيضا تعتبر جدا كريتيكال، لأنه كأنه هذه الإخراج الجيد رح يساعد على مردود تقييم عملنا والجهد اللي بذلناه، لأنه عندما نخرج بياناتنا بشكل مفهوم وواضح القيمة أو قيمة المعلومة رح تكون مقدرة، المعلومة راح تستخدم بشكل صحيح. ما نحتاج يعني قلنا احنا سابقا في المحاضرة انه هناك اكثر من اسلوب لاظهار البيانات، منها على شكل صور او جرافات، فيديو، صوت، وهكذا امور. اذا النوع الاخير او الاشوز الاخيرة وهي data source issues. اللي يخص data source issues هو كثرة او وفرة البيانات. انا عندي بيانات كثيرة، بالتالي انا ما هو الحجم اللي راح اخذه ولا درسه. احنا ذكرنا اثناء المحاضرة هالموضوع كثير، لكن هنا اكثر تحديد انه انا عندي بيانات ذات حجم ضخم، بالتالي
أنا ما أقدر أستخدم كل هذه البيانات وأطبقها في الداتا مايننج. قد تكون بيانات تخصني أو ما تخصني، أو قد تكون بيانات كل هاي ما تخصني ما تفيدني، فأحتاج إنه دراسة هذا الموضوع. إحنا ذكرنا إنه جدا مهم إنه ندرس هاي البيانات ونحللها ونحدد البيانات اللي راح أحللها، راح يعني راح أطبق عليها الداتا مايننج. ضروري هاي البيانات تكون صحيحة، تكون مناسبة في الحجم، وضروري إنه نميز ما بين البيانات المهمة وغير المهمة، ونميز ما بين أنواعهن. إذن عموما انه من الصعب، هاي عملية جدا صعبة، ونتوقع انه نظام التنقيب قادر على انه يحقق في كل الظروف في كل الاوقات مع كل البيانات، قادر على اعطائنا نتائج كفوءة وفعالية وفعالية عالية على جميع الانواع. لذا تتطلب من عندنا انه تحديد دقيق للداتا اللي راح استخدمها. إذن في نهاية محاضرتنا عرفنا إنه ماذا نعني بالداتا مايننج، واللي نقصد به هو عملية استخلاص النولج، استخلاص المعلومة من البيانات المنتقاط بشكل جيد بعد ما نطبق عليها خوارزميات دقيقة وفعالة. ووضحنا أيضا أنواع مختلفة من البيانات التي من الممكن تنقيبها، سواء هذه البيانات كانت رقمية أو نصية، صورية أو حتى فيديوية أو جغرافية. ووضحنا أيضا الأنواع المختلفة من البيانات التي أنواع مختلفة من الفاكشنز أو التولز أو البروسيسز التي يجب تنفيذها أو تطبيقها في عملية تنقيب البيانات. من هذه أنواع السلكشن، واللي قصدنا به كيف نختار البيانات اللي راح ننقبها، وأيضا الكلينينج وهي عملية تنقية وتصفية البيانات، ومن ثم الانتجريشن دمج البيانات دمج البيانات لتكون بيانات ذات سياق واحد. ثم وضحنا ترانسفورميشن، واللي قصدنا به نقل البيانات من فورم إلى فورم آخر يناسب أن يكون كمدخل للخوارزمية المنتقات لأداء عمليات تنقيب البيانات. لنصل في المرحلة ما قبل الأخيرة للداتا مايننج، وهي تطبيق خوارزمية التنقيب على البيانات اللي طبقنا عليها العمليات السابقة، ومن ثم تقييم البيانات لتحديد هل فيما إذا كانت أو عفوا تقييم المعلومة لتحديد ما إذا كانت هذه المعلومة مفيدة أم لا. ثم أيضا وضحنا أنه هناك مجموعة من التقنيات المستخدمة في الداتا مايننج، من هذه أو الاستراتيجيات أو الأسلوب. من هذه الاستراتيجيات طرحنا الكلاسيفيكيشن، هو التصنيف، أي تصنيف البيانات إلى تبويبات محددة مسبقا. وقلنا إحنا هنا استخدمنا المشين كأنه السوبرفايز ليرنينج أو المشين ليرنينج، التعليم الذاتي. وذكرت انه لازم نغذي الموديل بالبيانات والموديلز، واللي هاي تكون كخطوة اولى، ثم فيما بعد راح نغذيه فقط بالبيانات، والموديل هو راح يصنف البيانات على اساس تعليمه المسبق. ووضحنا ايضا البرودكشن، الكلسترينج، واللي ذكرنا به انه ايضا يصنف البيانات، ولكن عملية التصنيف كانت على أساس دراسة أوجه التشابه ما بين البيانات المغذات. بالتالي راح نصنف هذه البيانات
على أساس هذه الميزات اللي راح تنطينا إياها البيانات نفسها. ثم وضحنا البرودكشن واللي نقصد به التنبؤ أو توقع السلوك المستقبلي الذي يتم استنتاجه بناء على دراسة السلوك في وقت جمع البيانات. إلى أن وضحنا الأسوسيشن والذي كان هو نوعنا الأخير أسوسيشن رول، والذي اعتمد على دراسة سلوك مجموعة من البيانات أو مجموعة من الظواهر، ودراسة مدى الترابط ما بينهن في حال يعني دراسة هل هذه عندما نربط هاي الظاهرتين شنو اللي راح ممكن يعني نستنتج دراسة سلوك هذه الظاهرة في حال كانوا مترابطين معا. وقلنا مثلا انه سوق مدير مبيعات يربط عملية شراء منتجين سوى لتحديد هل هذا المنتج راح المنتجين راح يمشن يكون ناجحات او راح يتم تسويقهن معا ام لا. في اخر المحاضرة بينا بعض الاشوز some of critical issues، بعض من الأمور المهمة والتي يجب أن نراعيها عندما نقوم ببناء موديلز أو عندما نطبق موديلز قابل لتنقيب البيانات واكتشاف المعلومة. من هذه الأمور قلنا البيرفورمز قياس مدى فعالية النظام، قياس مدى فعالية البيانات وتأثيرها على الموديل. ايضا من الامور المهمه هي دراسه كمبيوتر سكيورتي، عفوا السكيورتي، دراسه كيفيه المحافظه على امنيه البيانات او المعلومات التي سوف نحصل عليها. منها الموضوع جدا كريتيكال، بالتالي نحتاج الى خوارزميات تكون جدا دقيقه وتراعي هذا الموضوع بشكل كبير. ايضا بينا انه بعض الاشخاص المتعلقه باختيار نوع البيانات يجب ان تكون دقيقين ونحدد البيانات والعينة المناسبة بالكمية المناسبة وتكون هاي البيانات بشكل صحيح، بالتالي حتى ما يضيع جهدنا ومضيع لنا الريسورس. ووضحنا أيضا أنه من الأشخاص المهمة هو الإخراج الجيد للمعلومة المنتقات، يعني بذل جهد كبير في تنقيب البيانات واستهلاك موارد مادية ووقت كبير ووقت، بالتالي أنا أحتاج أنه أخرج المعلومة اللي حصلت عليها وأخرج جهدي بشكل قابل للفهم من قبل اليوزر العادي، لأن هذا الموضوع رح يساهم في تقييم الجهد والعمل الذي تم بذله لاستحصال هذه النولج. في نهاية محاضرتنا أتمنى تكونوا استفادتوا ونلتقي معكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله.